7 فوائد للبطيخ. البطيخ من الفاكهة المفيدة جدا لصحة الإنسان، حيث يحتوي على العديد من القيم الغذائية، فثماره غنية بفيتامين ج وبالأحماض الأمينية والبوتاسيوم وفيتامين ألف والمغنيسيوم وغيرها من القيم الغذائية الأخرى. وكل هذه القيم الغذائية تحافظ على صحة القلب وتحمي الجسم من الالتهابات، كما تقي الإنسان من خطر الجفاف وتحارب مرض السرطان وتحافظ على نضارة الجلد والشعر. الفوائد الصحية للبطيخ: أولاً، البطيخ هام لصحة القلب، فالمعدلات العالية من مادة الليكوبين التي تتواجد في ثمار البطيخ فعالة في حماية الخلايا من الضمور، مما تحد من مخاطر التعرض لأمراض القلب، ومادة أجرينين تحسن من كفاءة التدفق الدموي وتقلل من مخاطر تراكم الدهون، ومستخلص البطيخ يساعد على خفض معدلات ضغط الدم العالية. ثانيا، البطيخ يتوافر فيه خواص مضادة للالتهاب، حيث إن مادة الليكوبين التي تتوافر في ثمار البطيخ تجعله من الفاكهات المضادة للالتهابات، حيث يشير خبراء التغذية إلى أن هذه المادة تحول دون حدوث عمليات الالتهاب كما تعمل كمضاد للأكسدة. فعندما يكون الإنسان مريضا يحدث ضمور في الخلايا والتي تسببها العديد من العوامل مثل الضغوط والتدخين والتلوث والأمراض، ولذا فإن الأطعمة التي لها خواص مضادة للأكسدة تساعد الجهاز المناعي بشكل كبير. ثالثا، البطيخ يحمي من الجفاف، فالبطيخ من الأطعمة المثالية لحماية الإنسان من التعرض للجفاف، حيث إن محتوى الماء الذي يتواجد فيه يساعد على بقاء الإنسان بعيدا عن الجفاف، كما أن عصير البطيخ يحتوي على مادة الإلكترولايت التي تساعد على حماية الإنسان من التعرض للإجهاد الحراري. رابعا، البطيخ يساعد على الهضم، فالبطيخ يحتوي على مادة الألياف التي تساعد على تدعيم الجهاز الهضمي الصحي من حيث تسهيل حركة الأمعاء وتساعد على الإخراج المنتظم. خامسا، البطيخ مفيد للجلد والشعر، حيث يحوي البطيخ على فيتامين ألف الهام للبشرة والجلد، فكوب واحد من البطيخ يساوي الكم الموصى به من هذا الفيتامين، ففيتامين ألف يحافظ على رطوبة الجلد والشعر كما يساعد على نمو خلايا الكولاجين الجديدة. سادسا، البطيخ يخفف آلام العضلات واحتقانها، فشرب عصير البطيخ قبل القيام بمجهود رياضي شديد الحدة في اليوم التالي لشربه يقلل من احتقان العضلات ويقلل من معدلات ضربات القلب، وذلك بسبب احتواء عصير البطيخ على الأحماض الأمينية التي تحسن الدورة الدموية. سابعا، البطيخ يحارب السرطان، كباقي أنواع الفاكهة والخضروات فإن البطيخ قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان نتيجة احتوائه على خواص مضادات الأكسدة، كما أن مادة الليكوبين ترتبط ارتباطا وثيقا بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون. وهذا كل ما جاء في حلقة اليوم. شكرا على المتابعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.